يتواصل في جاليري هلا بالعاصمة الجزائر المعرض الفني المشترك الذي يضم لوحات 30 فنانا يمثلون المدارس الجزائرية المختلفة. المعرض آلاء مشاهدينا الكرام يضم لوحات تتغنى بالطبيعة الساحرة التي تميز بلدا بحجم قارة، مع تركيز لافت على الصحراء الجزائرية. وفي طريقك خالد يعني من العاصمة الجزائر إلى الصحراء لابد من المرور بمدينة مسعادة أو مدينة السعادة. طبعا هذه المدينة دائمة الحضور في لوحات الفنانين التشكيليين على اختلاف توجهاتهم. حقيقة آلاء هي بوسعادة محطة توقف في طريقي إلى مدينة ورقلة. طبعا أغرم عديد الرسامين ببوابة الصحراء وألهمتهم بتسجيل لوحات تترجم الحب والشغف الكبير بهذه المدينة، مدينة بوسعادة. نعم، الرسام الأول الذي شغفته بوسعادة حبا هو الرسام الفرنسي المعروف ألفونس إتيان ديني، بالإضافة إلى إدوارد فيرشافلت الرسام البلجيكي الذي ولد عام 1847. الجميل في القصة أن إتيان ديني تحول اسمه إلى الحاج نصر الدين طبعا لاندماجه ودخوله طبعا دين الإسلام، والذي عاش في المنطقة. لماذا تحظى مشاهدينا بوسعادة بهذه المكانة عند الفنانين التشكيليين، وما السر وراء ذلك؟ سنناقش ذلك بعد أن نشاهد هذه اللوحات عن مدينة 3000 واحة. نسافر إياكم. تلكم هي بوسعادة. للحديث مشاهدينا عن مدينة بوسعادة والفن التشكيلي الجزائري نرحب بضيفنا من الجزائر العاصمة الفنان محمد بن عزوز، وهو الفنان التشكيلي واستاذ الفنون. استاذ محمد اهلا ومرحبا بك، شكرا على قبول دعوة البرنامج. نبدأ بداية، الصحراء الجزائرية اذا كانت مصدر الهام العديد من الفنانين التشكيليين، لكن بوسعادة تحديدا تصدرت مواضيع لوحات الفنانين. سؤالي، لماذا هذه المدينة تحديدا استاذ محمد بن عزوز؟ بداية أرحب بكم وأشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، عيدكم مبارك، عيدكم سعيد. طبعا مدينة بوسعادة أو مدينة السعادة لها طابع خاص ولها عناصر خاصة بها جعلتها جاذبة لفنانين مستشرقين أوروبيين، على غرار غوستاف غيومي، دولاكروا، فرمونتا، واخيرا يعني ننتهي بالفنان الفونس إتيان ديني او ناصر الدين ديني. طبعا نذكر ثلاث عناصر مهمه في مدينه بوسعاده جعلتها بهذه الجاذبيه وهذا الجمال. اولا هي مدينه منفتحه على الصحراء ومنفتحه على السماء ومقابله للشمس، جعلت عنصر الضوء وعنصر اللون متميزا جدا فيها، ومختلفا عن اي مدينه اخرى. يعني سطوع الشمس وعنصر اللون كان يعني عنصر كبير في استقطابها لفنانين كبار. العنصر الثاني هو العنصر الثقافي والعنصر الشعبي والانساني، كون بوسعاده وشعب بوسعاده يعني شعب بسيط وشعب اميل هو الى البدويه والى البساطه، ورغم ظروف الحياة القاهرة وصعوبة الحياة يعني كان الإنسان البوسعادي يعني متمسكا بالدفء العائلي، يتميز بالجود والكرم والانبساط والابتسامة الدائمة. يعني هذا شكل عنصرا وجوديا مهما لدى مجموعة الفنانين وخاصة لدى إتيان ديني. العنصر الثالث في نظري أنه الحالة الإنسانية الوجودية لألفونس إتيان ديني أو ناصر الدين ديني نفسه
كونه نشأ في بيئة أوروبية، خلنا نقول برجوازية، عائلة راقية، يعني رأى في بوسعادة ومدينة بوسعادة يعني شيئا جديدا مشرقا، يعني على عكس ما هو موجود في نعم أوروبا، يعني سيدة طقسا محمد، يعني وجوا بالحديث عن وكذلك إتيان دينيه، حالة إنسانية. ما مدى مساهمة هذا المستشرق في نعم التعريف بهذه المدينة وتأثير ذلك على الفنانين من بعدها الذين تأثروا بها؟ طبعا قصة إتيان ديني وحالته مع مدينة بوسعادة، أنا أنظر إليها نظرة، ربما هو هذه القصة يعني جعلت من مدينة بوسعادة أو قدمها للعالم كله بطريقة جديدة وبطريقة يعني خلينا نقول متمردة على النظرة الكولونيالية والاستعمارية التي كان يسوق من خلالها تبريرات الاحتلال وتبريرات الاستعمار بالنظر إلى يعني الشعوب المستعمرة على أنها شعوب يعني بشر من الدرجة الثانية أو شعوب غير متحضرة أو يعني شعوب يعني تحتاج إلى حضارة. الفعل الذي قدمه إتيان ديني حقيقة هو إخراج هذا الشعب أو البشر والثقافة الجديدة وإخراجها أو تمثيلها تمثيلا حقيقيا، تمثيلا محبا للحياة، تمثيلا محبا للألوان، محبا يعني يمتلك حضارة مختلفة، لغة مختلفة، روح مختلفة. وبحديثك عن طبعا الحضارة هذا دور محمد بن كبير عزوز، يستحق أن يدرس. بحديثك عن الحضارة محمد نعم بن عزوز، الحضارة كانت تبنى على ضفاف الأنهار في السابق وفي سيرورة الحداثة مرتبطة بالمواصلات طبعا وانتعاش المواصلات. هناك من يرى بأن خط السكة الحديدية يعني الرابط بين طبعا العاصمة الجزائرية وبوسعادة منذ عهد الاستعمار هو السبب الرئيس في هجرة الفنانين إلى هذه المدينة وبالتالي اكتشاف سحر طبيعة بوسعادة. يعني سؤالي، ما مدى صحة هذا برأيك أنت كفنان وباحث في الأمر، وهل سحر الطبيعة وحده برأيك يكفي أو هو من ألهم هؤلاء الفنانين؟ طبعا هي لما تكون شبكة مواصلات يعني تعطي حركية لمدينة ما، هذا لا يجعلها فقط قبلة لفنانين كبار، هذا سيجعلها قبلة للسياح، قبلة للتجار، قبلة لحركية حضارية. لكن أن يكون هذا هو السبب لتوجه مجموعة من الفنانين إلى بوسعادة، أنا لا أظن ذلك، لأنه أكثر هؤلاء الفنانين الكبار والرسامين المستشرقين لم تكن مدينة بوسعادة هي المحطة الأولى لهم، هي معظم هؤلاء المستشرقين يعني مروا على مدن أخرى، هي مدن بوابة الصحراء مثل مدينة الأغواط ومدينة بسكرة، غردايا مثلا، لينتهي الأمر بإتيان ديني مستقرا في مدينة بوسعادة ومنصهرا وجدانيا وروحانيا في هذا المجتمع وفي هذه البيئة، إلى درجة أنه يعني يكتب وصيته ومخطوط وصيته معروف ومتداول أن يتم دفنه في هذه المدينة. هذا يعني حصل له شغف كبير جدا بعد استكشاف مدينة بوسعادة، بعد أن استكشف مدن مجاورة، مدن مثل الأغواط ومثل غردايا ومثل بسكرة. نعم سيد محمد، طيب يعني من لذلك بايا لم محي أرى الدين، فكرة السكة الحديدية أنها كانت نعم نعم يعني بالحديث ايضا عن طبيعه الفن نعم نعم التشكيلي، يعني من بايا محي الدين الى محمد اسياخ، محمد خده البشير يلس، يعني تعددت المدارس وبرز الفن التشكيلي الجزائري. لكن يعني السؤال هو، لماذا عندما نتحدث عن الفن التشكيلي الجزائري يبرز التوجه الانطباعي اكثر من المدارس الاخرى؟ نعم، يعني على ذكر هذه الأسماء، محمد إسياخم، بايا محي الدين، الظاهر أنه فترة ما بعد الاستقلال ظهرت توجهات فنية ومدارس فنية يعني جديدة متأثرة يعني بالحركات التي ظهرت في أوروبا وأمريكا من مثلا الفن التجريدي والحركة التي ابتعاثها مثلا كاندينسكي وبول كلي بعد زيارتهما لتونس.
كانت يعني الحركة التشكيلية الجزائرية بعد الاستقلال توجهت إلى هذه المدارس الفنية الجديدة والحديثة، على غرار التجريدية التعبيرية، على غرار حتى المفاهيمية، نتحدث الآن على غرار كذلك الحرفية. نعم نتحدث الآن في نطاق أوسع، هل استمد برأيك نعم الفنانون الغربيون الذين زاروا بوسعادة نماذج من الثقافة الشرقية من خط وزخرفة في أعمالهم، أم اقتصر ذلك على الطبيعة برأيك؟ طبعا هذا سؤال يتحمل يعني يحتمل إجابتين. الرسامون المستشرقون أحيانا كانوا يرسمون المشاهد كما يرونها، يعني إذا رسموا مشاهد مثلا فيها مساجد أو قصور أو أحياء فإنهم سينقلون المشهد كما هو. هذا من ناحية على أساس أنهم رسامون واقعيون. الاستلهام من الفنون الإسلامية من الخط ومن زخرفة كان واضحا جدا في أعمال، مثلا في أعمال هنري ماتيس الذي يعني أعلن صراحة أنه ملهم بالشرق. هو استعمل هذه الأدوات التعبيرية في الفنون الإسلامية من زخرفة ومن خط ومخطوطات يعني ليساهم في بعث حركة جديدة، هذه التي نسميها الوحشية، حيث كان استعمال الألوان مستلهما جدا من يعني حركية اللون وقوة اللون من الفنون الإسلامية ومن المخطوطات ومن الرسومات المعروفة في خزانة المخطوطات الإسلامية. نعم، طيب سيد محمد، يعني تحدثنا عن بوسعادة نعم وتاريخ الفن التشكيلي يعني منذ القرن الثامن عشر، يعني برأيك ما الذي تغير في الفن التشكيلي الجزائري في فترة ما بعد الاستقلال، يعني أي منذ ستينيات القرن الماضي؟ طبعا التاريخ والفن هي أشياء ديناميكية، التاريخ يتغير والفن كذلك يتغير حسب الظروف، حسب الحروب، توقف الحروب، حسب يعني هذه أشياء تؤثر في بروز وفي ميل في ميل الفنانين نحو توجهات جديدة، مثلا بروز حركات تشكيلية جديدة طبعا سينفتح عليها الجزائريون أكثر ويتبنونها ويعبرون عن أنفسهم من خلالها. كذلك بروز في ناحية فلسفة الفن وفلسفة الجمال، بروز نظريات جديدة يستقبلها الجزائري فيتأثر بها بطبيعة الحال ويراقب سياقات بروز النظرية مثلا مع بروز الحركة التشكيلية مع التاريخ، ثم يكيفها حسب ظرفه وحسب سياقه التاريخي والجمالي. لهذا أنا أرصد أن الحركات الفنية التشكيلية الجزائرية ديناميكية جدا وتحولت وخرجت عن الإطار القديم والكلاسيكي والواقعي الذي كان يطبع فترات الاستعمار يعني. وهي نقطة مهمة جدا، أشكرك جزيل الشكر الفنان التشكيلي الجزائري محمد بن عزوز، كنت معنا من العاصمة الجزائرية، شكرا لك على هذه المداخلة وهذه الإضاءة الفنية التشكيلية. شكرا لك.